استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضبية اليوم السيد فهد عبد الله الزامل رئيس مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات، الذي قدم لسموه السيد توماس فيلاهيرتي رئيس مجلس إدارة جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية والدكتور جوردون جي رئيس الجامعة وعددا من المسؤولين. وفي بداية اللقاء رحب سموه بوفد الجامعة مشيدا بمستوى التعاون القائم بين جامعة ويست فيرجينيا والجامعة الملكية للبنات، خاصة ما يتعلق بالمجالات البحثية والاستفادة من الخبرات التي تقدمها الجامعة وتمتاز بتعليم عالي الجودة، معتبرا سموه أن هذه الشراكة والتعاون القائم بين الجامعتين يعزز مساعي مملكة البحرين في تطوير التعليم العالي المبني على الخبرات العالمية والدراسات البحثية. وقد أطلع رئيس مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات ورئيس مجلس إدارة جامعة ويست فيرجينيا الأمريكية سموه على مجالات التعاون القائمة بين الجامعتين، حيث ستقوم جامعة ويست فيرجينيا لأول مرة بتقديم برامجها خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجامعة الملكية للبنات ابتداء من العام 2017، والتي تشمل مجالات الهندسة والطاقة والبيئة وفق شراكة استراتيجية بين الجامعتين. أحد أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اللقاء هو خلق شراكة إقليمية بين جامعة ويست فيرجينيا والجامعة الملكية للبنات، بحيث ستكون البحرين وتحديدا من خلال الجامعة الملكية للبنات الشريك التعليمي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط لاستطلاع الأفكار والفرص التي من الممكن أن تكون متاحة في المنطقة.